التشبه خطير، فلا يجوز التشبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه بالكفار ويقال أهل حضارة وذولا أهل تقدم وهؤلاء وهؤلاء، ويعظمون ويقتدى بهم، هم أهل الحضارة وهم اللي عندهم المعرفة وعندهم، فيعظمون ويقتدى بهم. لا، نحن عندنا الإسلام لا يعادله شيء. الإسلام لا تعادله الدنيا بحذافيرها إذا تمسكنا به. هم معهم زهرة الحياة الدنيا، لكن نحن معنا الإسلام الذي لا يعادله شيء، مع أن الإسلام لا يمنع من الانتفاع بخواص الأشياء ومنافعها، بل يحث على هذا. لكن الشأن أننا لا نتشبه بالكفار ولا نعظم الكفار ونعجب بما هم فيه من زهرة الحياة الدنيا، إنه استدراج لهم، ولا نستحقر أحوال المسلمين وإن كانوا المسلمون ضعفاء، وإن كان ليس بيدهم مادة ولا عندهم حضارة، معهم الإسلام الذي لا يعادله شيء. فنحن على نعمة ولله الحمد، عندنا الدين وعندنا الإسلام وهم مش معهم، معهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم دين أصلا، ما عندهم دين، كفار. وهل تنفعهم زهرة الدنيا إذا إنهم استدرجوا بها؟ ما تنفعهم. فنحن معنا الإسلام الحمد لله، ومن معه الإسلام ما فاته شيء، بل معه كل شيء الحمد لله. نعم.